إلى ميادين التنفيذ نزل فريق الجهد الهندسي والخدمي، وعند حي شاكر العاني بمنطقة الحرية ببغداد كانت نقطة الشروع لانطلاق حملة الفريق، حملة تشمل تقديم الخدمات في قطاعات عديدة بالتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة. الحملة بالتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وباشتراك مع مكتب رئيس الوزراء وجهد الحشد الشعبي ومشاركة وزارة الإسكان ومحافظة بغداد واللجنة المشكلة هي من قبل دولة رئيس الوزراء لتقديم الخدمة للمناطق التي تعاني من نقص الخدمات. أعمال تهيئة للمناطق منطقة شاكر العاني لتتضمن إكساء الطرق. المحطة الأولى للفريق ستكون عند منطقة الحرية إلى جانب أحياء في منطقة الشعب وناحية النهروان، مهمتها تقديم الخدمات العاجلة إضافة إلى متابعة المشاريع المتلكئة والمشاريع التي وصلت فيها نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة ضمن تخصيصات مالية وصلاحيات ممنوحة للفريق. كل المناطق المحرومة في أطراف بغداد وكذلك المناطق الغير مخدومة في مركز العاصمة ستكون مشمولة بهذه الخطة. كامل الصلاحيات الممنوحة من دولة رئيس الوزراء والمعالجات الفورية وكذلك هذا الجهد طبعا راح تكون المبالغ المخصصة له في طبيعتها بما تكفي طبعا للعمل. تشكيل الفريق الذي أقره مجلس الوزراء يأتي لتقديم الخدمات في المناطق التي تعاني من نقصها، مناطق محرومة في جانبي الكرخ والرصافة بالإضافة إلى أطراف بغداد، حددت ضمن اجتماع اللجنة وستشمل تباعا وفق المنهاج الوزاري. حملات تأهيل عدة سيشرع الفريق بتنفيذها، حملات لمعالجة الواقع الخدمي الذي يشكو المواطن من حاله ويأمل بقطف ثمار تلك الحملات بشكل ملموس. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.